الخير، أهلا بكم لأي شخص يلتحق بنا وأي شخص يرى هذا في المستقبل. إذا كان رأيتم هذا كتسجيل، هذا اليوم الثالث للعب مع الكينونات. اسمي أيمي شاين، أنا ميسرة Access Consciousness وميسرة التخاطب مع الكينونات، وأنا أيضا التعافي الحقيقي لك، ميسرة التعافي الحق وميسرة حركة. وأنا ألتحق بكم لليوم الثالث للعب مع الكينونات، وهذا جزء تذوق مجاني. إذا كان راحت منكم اليوم الأول والثاني سواء على يوتيوب تلقوه أو في مجموعة Dance to Oneness، لدينا أيضا تسجيلات الصوتية لهذا، فإذا كان سجلتم تحصلوا على الأوديوهات. إذا اليومين الماضيين كنا نتكلم عن اللعب مع الكينونات، وأن لا نجعل عالم الأرواح ذات معنى، وأن لا نجعله ثقيل، ولا نجعله ذات صلة. هذه هي الطاقة التي كان لديكم الكثير منكم لما كنتم تلعبوا مع كل الطاقات. فاليوم أريد أن ننظر إلى ما الذي، كيف أين أبدأ في اللعب مع عالم الأرواح. هو جميل أن ننظر إلى الكينونات والأرواح والأشباح كأشخاص، في هذا العالم لدينا بعض الأشخاص لطفاء، بعض الأشخاص لئيمين، بعض الأشخاص بغيضين، بعض الأشخاص غير واعيين، وأشخاص واعيين. هذا نفسه لعالم الأرواح، فالكينونات هي مثل الأشخاص. إذن لما تبدأوا في اللعب مع عالم الأرواح، ليس كل كينونة وليس كل روح هي نفسها، فقط لأنكم ذهبتم من أجسادكم أو ذهبتم لعالم الأرواح أنه هذا ستجدون هذا الكائن العظيم الرائع والنوراني. فالكينونات ربما تكون نائمة، ربما تكون بطيئة، ربما تكون غاضبة ومنزعجة. فابدأوا في ملاحظة كل الطاقات والأرواح والكينونات لما تبدأوا في شمل عالم الأرواح. فإذا كان أخذتم كلاس التخاطب مع الكينونات، ستحصلوا على أكثر أدوات في التعامل مع أنواع الكينونات. واليوم أريد أن أبدأ فقط بطرح سؤال. فالآن إذا كان بدأتم فقط باسترخاء، استرخوا كل حواجزكم، لأنه ما نقوم به هو إحنا مدركين جدا، مدركين بكل شيء حولنا، سواء يمكننا برؤيته، سواء كان شيء مادي أو لا. ولما إحنا مدركين بعالم الأرواح، إحنا مدركين بكل شيء. فالآن وما نقوم به إحنا نحط حواجز وجدران حول ذلك. إحنا لدينا هذا الميكانيزمات الدفاع، فيجب علينا أن نكون مدركين. وعادة هذا لما تحطوا حواجز لإدراككم، هذا يتجلى كأعراض بشكل مختلف. هو ممكن أن يظهر كأعراض لما توقفوا إدراككم، لما لا تعترفوا بما أنتم مدركين به، لما لا تكون مدرك. هو يمكنه أن يظهر كتوتر، كأرق، كالتفكير المفرط، كنوبات هلع. وأنا أرى أسئلتكم، وسؤالك هو أنه بخصوص صدمات أو مهاجمات، الهجمات النفسية والسحر الأسود، هذه كلها أشياء نتكلم عنها في الكلاس، ولا يمكنني أن أخاطب
أتكلم عنها في هذا الفيديو. فهناك كلاس إذا أردتم أن تلتحقوا به بعد أسبوعين سأقدم هذا الكلاس، وهناك الكثير من الميسرين حول العالم يمكنكم أن تحصلوا أكثر معلومات خلال هذا الكلاس. والآن أنا أطلب منكم ما الذي أنتم مدركين به وكل الحواجز التي لديكم في عالمكم خفضوها، لأنه ماذا لو أي شيء تعلمونه ليس أقوى منكم، وأي شيء وكل شيء يمكنه أن يهاجمكم نفسيا، وماذا لو لم يكن هناك أي شيء يمكنه أن يكون طاقيا عليه قوة عليكم إلا إذا كان سمحتم له. فكل ما تقومون به لإعطاء عالم الأرواح وأي كائن مع جسد أو من غير جسد أكثر قوة من ذاتكم، هل هذا ما تعلمتم خلق ذلك؟ Right on, good bad, pod, popcorn, shorts, boys and beyonds. إذا نعم، هل هناك كينونات ليست لطيفة؟ هل هناك كينونات وأرواح ليسوا مساهمة؟ نعم. فهل لديهم قوة أكثر عليكم؟ لا، إلا إذا كان سمحت لهم. فإذا كان لديك جسد ليس هناك شيء أو شخص أكثر قوة منكم، فكيف سيكون أنه أكثر قوة شخص من غير جسد أكثر من جسد؟ فهنا كطفل صغير قبل أن يتم برمجتكم، وقبل أن تبدأوا في التفكير والأحكام، وقبل أن تشتروا الخوف كشيء حقيقي، أنتم لم يكن لديكم وجهة نظر عن عالم الأرواح. أنتم علمتم أنه كان وكان لديكم يسر وفرح واشتراك مع كل شيء، مع كل جزيئة، مع كل روح، مع كل طاقة. أكيد قبل السن الثالثة معظم الوقت قبل أن تبدأوا في التفكير والحكم. فالآن لديكم كل هذه البرمجيات وكل هذه الأشياء التي تديركم في العالم، فهل هذه حقيقة؟ هل هناك أي شيء أكثر قوة منكم؟ فلما تعوا أنه أوكي ليس هناك شيء أقوى مني، أنا أقوى كينونة في العالم وليس هناك أي شيء أقوى مني إلا إذا كان سمحت له، فهنا لا يمكن لشيء أن يهاجمكم. فكل ما تقومون به لجعل أي كائن بجسد ومن غير جسد أقوى منكم، هل دمرتوا وعدمتم خلق ريتران قد باد بوت بوكلان شوت بوز ميوز. ولهذا الأشخاص يتجنبوا التخاطب مع الكينونات، ويتجنبوا إدراكهم بالكينونات، وهم يتجنبوا كلاس التخاطب مع الكينونات. أنا تجنبت هذا الكلاس وكان لدي وما الذي كنت أتجنبه؟ أنا كنت أتجنب قوتي، أنا كنت أتجنب قدرتي، كنت أتجنب اليسر الذي يمكنني أن أحصل عليه، اليسر الذي كان لدي كطفلة صغيرة، كنت أتجنب السحر والمعجزات والإمكانيات. هو عظيم، إحنا نظن أننا خائفين، إحنا نتظاهر وكأننا خائفين وكأنه شيء أعظم منا، ولكن في الحقيقة إحنا في قوة كبيرة ونتجنبها. وكل ما قمتم به لتجنب قوتكم وما عامل التغيير الذي أنتم عليه في العالم، وما المساهمة التي أنتم عليها في العالم، هل دمرتم عدمتم خلق ذلك؟ ريتران قد باد بوت بوكلين شورتس بويز ان بيانز. إذن ما يمكنكم أن تلعبوا به، هناك الكثير من الأدوات والكثير في كلاس البدايات للتخاطب مع الكائنات. لا يمكنني أن أعطيه لكم في فيديو 10 دقائق، لكن ما يمكنكم أن تبدأوا في اللعب به. أوكي، نخفض كل حواجزي وجدراني، أسمح لها بالذوبان واسترخوا، لأنه مرة أخرى لو حطيتوا حواجز فهناك شيء عنده قوة عليكم، لكن إذا كان خفضتم كل الحواجز ليس هناك أي شيء لديه قوة عليكم. فإذا كان هناك كينونة أو طاقة تحسون أنه تحاول أن تهاجمكم أو تخيفكم أو تتنمر عليكم، وربما أيضا هناك شخص مع أجسام بجسد يحاول أن يتنمر عليكم ويخيفكم، لو خفضتم كل حواجزكم لا تكونوا في مقاومة أو تحاولوا أن في أو ردة فعل أو تحاولوا أن تقاوموا، وكونوا هذه الطاقة. هاي أوكي، واسألوا كم من الطاقات حولك الآن
التي ليست مساهمة. اوكي. خفضوا حواجزكم أكثر وأكثر. الآن كل الطاقات والكينونات التي حولكم والتي ليست مساهمة، حقيقة من أنتم؟ حقيقة من كنتم قبل ذلك؟ 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 وحقيقة من ستكونون في المستقبل. فأنتم ترجعوهم في الزمن وتروهم أنه كان لديهم حيوات أخرى، هم كان لديهم هويات أخرى لأنهم عالقين في هوية معينة. من أنت في المستقبل يريهم أن لديهم خيار. ما الهدف من كونكم هنا؟ من كنت قبل أن تأتي إلى هنا؟ من كنت قبل ذلك؟ من كنت قبل ذلك؟ من كنت قبل ذلك؟ من ستكون في المستقبل؟ مرة أخرى أنت ترجعهم في الزمن وتريهم أن لديهم خيار مختلف. عملكم انتهى هنا لكي تبقوا هنا، لا يجب عليكم أن تبقوا هنا، يمكنكم أن ترحلوا. ارحلوا الآن، أنتم مطرودين وليس متطلب وجودكم بعد ذلك. خذوا كل بصماتكم المغناطيسية واذهبوا right or wrong good and bad good and poor good and short boys and beyonds. وتطردهم لأنه لا لن يلتصقوا بك إلا إذا كان أعطيتهم وظيفة أو في حياة ما أعطيتهم قوة عن نفسك. فاطردهم ودمر وانسف أي علاقة مع الكينونات وأي وعود أي عهود وولاءات عملتها مع أي كينونة في هذه الحياة أو أي حياة. هلا استرجعتها ونبذتها وألغيتها وأبطلتها ودمرتها وعدمت خلقها. right or wrong good bad good Brooklyn shorts boys and beyonds. أكثر فضاء. وهذا بهذا هذا توضيح بسيط أنت تعلمه في كلاس الأساس، وإحنا نتعمق فيه في كلاس الكينونات، وأنا أهديه لكم اليوم. يمكنكم أن تبدأوا في اللعب بذلك لما تكون هناك طاقات خفيفة، طاقات مختلفة، طاقات مخيفة، واستخدموا هذا واسألوا هل ما هذا؟ هل يمكنني أن أخلص أشياء؟ استخدموا هذه الأداة حتى لو ظننتم أن هذا ليس موجود. لو قمتم بهذا كل يوم الطاقة حولكم تتغير. فالآن هل هناك كينونات هنا تريد أن تساهم لي؟ نعم. أوكي، ما الذي يتطلبه لي لكي أستقبل هذه المساهمة، لتسمح المساهمة؟ وبعدين هل هناك أي كينونات عالقة هنا التي لا تعلم أنها توفت، التي لا تعلم أن لديها أجساد، لا تعلم أن لديها ليس لديها جسد؟ وأي كينونات عالقة وأي كينونات أعطيتها قوتي، أي كينونات وظفتها لكي تدير حياتي؟ حقيقة من أنتم؟ حقيقة من كنتم قبل ذلك؟ 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 وحقيقة من ستكون في المستقبل؟ ما هي وظيفتكم؟ حقيقة ماذا كانت وظائفكم قبل ذلك؟ ماذا كانت وظائفكم قبل ذلك؟ ماذا كانت وظائفكم قبل ذلك؟ ماذا ستكون وظائفكم في المستقبل؟ وظائفكم انتهت هنا، يمكنكم أن ترحلوا. يمكنكم أن ترحلوا. خذوا كل بصماتكم المغناطيسية وارحلوا. Right or wrong, good and bad, good book, online shorts, boys and beyond. وخذوا نفس ولاحظوا كيف هناك أكثر فضاء. يمكنكم أن تبدأوا بتوضيح هذا الكينونات، وهو بهذا البساطة وبهذا السهولة. ماذا لو التخليص والتواصل واللعب مع عالم الأرواح كان أسهل بكثير مما تجعلونه؟ فماذا لو اليوم تمرنتم سماح المساهمة التي هي عليها الكينونات لكم، وأن تطلبوا من كل الكينونات التي تطلب أن يتم تخليصها؟
خلصوها، استخدموا هذا التوضيحات، ولا يجب عليكم أن تعملوها 100 مرة في اليوم، ربما تعملوه في الصباح لما تستيقظوا، أو في آخر اليوم لما تحسوا بالتعب أو تحسوا بالثقل أو تبدأوا في إحساس بالتوتر أو لديكم أعراض هجوم نفسي، فمهما كان ذلك فهذه فقط بداية اللعب مع عالم الكينونات. وكل ما استخدمتم الأدوات التي سواء أخذتم تخاطب مع الكينونات ولا تستخدموا الأدوات، أنا أقترح أنكم تأخذوا الماني ولا تبدأوا في وتبدأوا في استخدام الأدوات، لأنه لما تبدأوا في تطبيق الأدوات يوميا من تخاطب مع الكينونات، هنا يبدأ واقع السحر والمعجزات يصير متاح، لأنكم تشتركوا مع عالم الأرواح، والمساهمة التي يمكن لعالم الأرواح أن يكون لكم لما تشتركوا معه هي ما وراء الكلمات. أوكي يا جماعة، أنا سأدعوكم حقيقة، لمن لم يأخذ كلاس التخاطب مع الكينونات، وإذا كان أردتم أن تأخذوه مرة أخرى، هناك مانيول جديد التي عملته شانون أوهارا من بعض الأشهر، وهي طاقة جديدة. يمكنه أن يكون هذا خفيف، والكينونات لا يجب عليها أن تكون ثقيلة وذات معنى. ربما نعم يجب أن تتعاملوا مع طاقات ثقيلة ومثل هذه الأشياء، لكن يمكننا أن نغيرها الكثير من اليسر مع هذه الأدوات. وهناك دعوة في هذا الكلاس لعالم مختلف وبداية جديدة، فإذا أردتم أن تلتحقوا بي سنبدأ أونلاين من 30 جون، سيكون 3 ساعات لليوم لمدة يومين، وهناك ترجمة للفرنسية والعربية لذلك. وإذا كان أنتم في أمريكا وتريدوا أن تأتوا لكلاس حضوري، الكلاس اللي بعد 10 و11 سنكون في أن أربر ميشيغان لكلاس حضوري للتخاطب مع الكينونات، فأنتم أيضا مرحب بكم في هذا. فشكرا من فضلكم، استمتعوا بهذا، العبوا بهذا، لا تجعلوا ذات معنى، لا تجعلوا أي شيء ذات معنى أكثر معنى منكم، لا تجعلوا أي شيء ذات معنى أكثر من ذاتكم، العبوا مع هذه الأدوات، العبوا مع هذا وأرجو أن أراكم في الكلاس. إحنا ليس لدينا العبرية، إذا كان هناك أشخاص يطلبوا العبرية سأجلب الترجمة للعبرية. أوكي، شكرا لكم. إذا كان بقيتم أونلاين بعد 10 دقائق، سأكون في هذا المجموعة مع بودكاست، مع لأتكلم عن الاستثمار في مستقبلكم. مع السلامة للآن.